نبدأ بقى مع حضراتكم أول أخبارنا، وأول خبر معانا هو في غاية الأهمية وحاجة خليني أقول يعني محترمة جدا. عدة قرارات امبارح أخذها مجلس إدارة النادي الأهلي. خليني أبدأ أولا، قرر المجلس ان هو في اجتماعه امبارح برئاسه كابتن محمود الخطيب تعيين الاستاذ ياسين منصور رئيسا لمجلس اداره شركه الاهلي لكره القدم، المهندس مصطفى مراد فهمي نائبا لرئيس مجلس الاداره، كابتن حسام غالي عضو بمجلس الاداره. كمان قرر مجلس اداره النادي تشكيل مجلس اداره شركه الاهلي للمنشات الرياضيه وتعيين الدكتور سعد شلبي مديرا تنفيذيا للاهلي خلفا للعميد محمد مرجان اللي تولى منصب نادي نائب رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطن. خلينا على كل حال نروح نسمع يعني كافة القرارات لأن لسه في قرارات تانية ونرجع نكمل مع حضراتكم. تفضلوا. كل التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد اليوم 16 مايو 2021 في مقر النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الحقيقة رشح عنه مجموعة من القرارات نعرضها لحضراتكم. أولها قرار مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في جلسته المفتوحة مساء اليوم تعيين الأستاذ الدكتور سعد شلبي، وكان مستشارا لمجلس الإدارة للتسويق والتعاقدات، قائما بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين المدير التنفيذي وفقا لنص أو لنصوص لائحة النظام الأساسي للنادي. كل التوفيق للدكتور سعد شلبي في مهمته، وهو اختيار صادف أهله. الحقيقة أن الرجل يتمتع بسيرة ذاتية وأخلاقية متميزة للغاية، وهو مكسب كبير لا شك للنادي الأهلي. اثنين، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه مساء اليوم تعيين الأستاذ ياسين منصور رئيسا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، والكابتن حسام غالي عضوا بمجلس الإدارة. ثلاثة، القرار الثالث، قرر المجلس أيضا ظهر اليوم تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية على النحو التالي برئاسة المهندس أيمن إسماعيل رئيسا لمجلس الإدارة، والمهندس حازم هلال والأستاذة مي سامي حافظ عضوين بمجلس الإدارة. في لمحة سريعة كده، الحقيقة المهندس أيمن إسماعيل كان له العديد من النجاحات الإدارية وتولى العديد من المناصب زي رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو ورئيس مجلس إدارة دار المعمار وأيضا رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية سابقا. أما الأستاذة مي والمهندس حازم فهما من الكفاءات الإدارية اللي ليهم الحقيقة أيضا سيرة ذاتية متميزة للغاية. اعتمد أيضا اليوم مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، وهتتشكل كالتالي: الوزير السابق يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيسا لمجلس الإدارة، أستاذة سهى الترجمان، والمهندسة إيمان عبد المنعم سامي عضوة تام بمجلس الإدارة. دي كانت مجموعة من قرارات مجلس الإدارة اللي صدرت اليوم. كل التوفيق لشركات الأهلي وللكوادر المتميزة اللي بيتمتعوا بخبرات كبيرة جدا. بالتوفيق، كل أمنياتنا لهم بالتوفيق في خدمة الكيان وإضافة الحقيقة قيمة مضافة للوطن من خلال العمل في النادي الأهلي كمؤسسة وطنية تحت المظلة الكبرى مصر دائما وأبدا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نقول تاني، قرارات زي كده في غاية الاحترام، وكمان فكرة الأسماء اللي تم اختيارها لهذه المناصب كمان أسماء كبيرة جدا وأسماء محترمة جدا. فكرة هنا ان احنا نتكلم عن إنشاء شركة لكرة القدم، حضرتك بتتكلم كده، أنا بتكلم سريعا أو هحاول أشرح سريعا، أنت بتاخد هذه الصناعة لمنطقة تانية تماما، فاللي احنا هنشوفه في المستقبل هيبقى فيه نقلة
تانية، حاجة يعني خليني أقول لحضراتكم في غاية الاحترام، ويمكن من النوادر إن هي تحصل، مش موجودة، ما فيش نادي أعتقد إن هو أخذ خطوة زي كده غير في الخارج. فإن إحنا نكون سباقين في هذه الأمور دايما أعتقد دي حاجة تحسب للنادي الأهلي، وكمان أكيد لكابتن محمود الخطيب. تعالوا هنا برضو سريعا نبص على بعض الأسماء اللي تم اختيارها. لما نيجي نتكلم عن يعني المهندس ياسين منصور، المهندس ياسين منصور فكرة إن أنت تختاره ده أنت بيعود مرة تانية للمشهد الرياضي، أنت كده بتعمل فكر استثماري رائع. هذا الرجل يعني من كبار رجال الأعمال، وهو أهلاوي صميم، وكان عضو مجلس إدارة في السابق، فهو شخص فعلا يمكن أن هو يقدم الكثير جدا في هذا المنصب. فكرة كمان المهندس مصطفى مراد فهم، يعني هذا الاختيار كمان اللي بيدل على احترافية حقيقي. وبعض الناس ممكن تقول لك إيه ده، هو ده مش كان نازل قبل كده منافس وغيره؟ مفيش حاجة اسمها كده عندنا، كلنا أبناء الأهلي، هذا الاسم له يعني الكثير من الخبرات. فأنت بتتكلم في اختيار مناسب من الأشخاص للمكان المناسب. ومرة تانية بقول لحضراتكم أكيد كلنا مع مجلس إدارة يعني النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بنتمنى التوفيق لكافة القيادات والواقع عليها الاختيار للتعاون أكيد مع مجلس هنا إدارة النادي لخدمة الأهلي في المجالات المختلفة، زي ما شفنا من خلال الشركات اللي تم تشكيل مجالس إدارتها في الاجتماع، خاصة أن احنا بنتكلم أن يعني جميعهم أسماء ليها تقدير خاص ذات خبرة كبيرة بتهدف في الأول وفي الآخر لمصلحة الأهلي. فكل التوفيق بإذن الله، وأكيد احنا متوقعين النجاح والعديد والعديد من الإنجازات اللي احنا يعني عاهدنا عليه مع النادي الأهلي.